الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه القائل في كتابه الكريم: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه من خلقه، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، يعلم أن خير الكلام كلام الله عز وجل، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم أحبتي في الله ونفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته. نستهل خطبتنا اليوم بسؤال يجب على كل واحد منا أن يسأل نفسه إن لم يكن قد سأل نفسه من قبل، والسؤال هو: ما هو هدفي في هذه الحياة؟ قبل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهدف الإنسان يجب أن يكون هدفا، خصوصا للمسلم يجب أن يكون هدفا سام وعالم، ولا يكون هدفا رخيصا من أهداف الدنيا. لا بأس أن يكون المؤمن لديه هدف من أهداف الدنيا لكي يعيش في هذه الدنيا، ولكن هدفه الأسمى والغاية الكبرى هو طاعة الله سبحانه وتعالى والفوز بالفردوس الأعلى. الله سبحانه وتعالى من رحمته وعلمه عرف أنه خلقنا سبحانه وتعالى وأننا بشر لأجل الحياة في هذه الدنيا. هناك قد سهل الله لنا أموراً تعيننا على طاعة الله سبحانه وتعالى، أموراً فرعية لا تبعدنا ولا يجب أن تلهينا عن الهدف الأساسي في حياتنا، وهو طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فقد أعطانا الله سبحانه وتعالى الأموال والأولاد والبيوت والملابس وغير ذلك حتى تعيننا على تحقيق الهدف الأسمى، وهو طاعة الله سبحانه وتعالى. لأن المؤمن دائما يسعى وأبدا لأن يكون الأفضل في كل شيء يعمله حتى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في التسابق بين المؤمنين: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، أي تسابقوا في الخيرات حتى تتقربوا إلى الله عز وجل. ويقول عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أن يكون هناك تنافس بين المؤمنين في عمل الأعمال الصالحة حتى يفوزوا بالسعادة في الدنيا والفوز بالفردوس الأعلى في الجنة. All praise and thanks are due to Allah سبحانه وتعالى. We praise Him the way He should be praised. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala for His forgiveness, and we seek His forgiveness, and we ask His help and assistance.
We seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from the evils of our own souls and from the bad deeds that we commit. Anyone has been guided by Allah subhanahu wa ta'ala, there is nothing or no one on earth will misguide him. And if anyone has been misguided, no one will guide him. I bear witness that there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala worthy of worship. He has no associate. And I bear witness that Muhammad is his servant, Allah's messenger. He had fulfilled the message, had conveyed the message, and he had fulfilled the trust, and he had advised the ummah until death comes to him. May the peace and blessing of Allah be upon him, upon his family, and upon those who follow them in righteousness until the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala says, which means, O you who have belief, fear Allah thereat fear, and do not die except as a Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala also said, O you human being, worship your Lord who have created you and those before you so that you might attain piety or righteousness. We begin the khutbah with a question that every one of us should ask himself or herself and should have asked that question a long time ago. And the question is, what is my purpose or what is my goal in this life? Is the goal that I'm trying to fulfill or achieve, is it among those little goals or is it among the honorable, noble goals that the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us to try to achieve? Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah azza wa jal said in the Quran, I did not create the humans or the jinn and the human being except to worship me. I do not need revision from them, nor I do not need them to feed me. And the goal that we as Muslims, especially the Muslim, try to achieve in this dunya must be or encompasses under this ayah. We see the worship of Allah subhanahu wa ta'ala alone without any partners. Now Allah subhanahu wa ta'ala, out of his mercy and his wisdom, he knew that in order for us to live in this dunya, we need things that they can help us achieve the goal that is to worship Allah subhanahu wa ta'ala and insha'Allah to win the al-jannah and the firdaus al-a'la in al-jannah. So he subhanahu wa ta'ala facilitated many things and provided us with things that can help us achieve those goals. And among these things, the family, the money, the houses that we have, the clothes we wear, all these are little goals that help us achieve the main big goal, which is to win the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and to be among the winners of Al-Firdaus Al-A'la. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, which means, sabiqu, meaning race one another to a forgiveness from your Lord and a jannah that is as wide as the heaven and the earth. It was prepared for those who worship or who believe in Allah subhanahu wa ta'ala and his messengers. You see here, brothers and sisters, that Allah subhanahu wa ta'ala and also through Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, our religion encouraged us to raise each other, to compete against one another in achieving the good thing, in ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَةِ, meaning hasten or raise to commit or to do the good deeds. أحبتي في الله أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع وهو موضوع المسابقة إلى الخيرات وأن يكون المؤمن هدفه سام وعال في هذه الدنيا وأن لا يكون هدفه فقط هو شراء السيارات أو عمل البيوت وأن يكون لديه حساب في البنك كبير وهذا كل شيء حلال ليس فيه أي خطأ ما دام أنه في الحلال فلا ضرر فيه ولكن يجب أن يكون الهدف الأسمى ليس ما في هذه الدنيا ولكن ما أعده الله لنا في الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى يقول عز وجل وكنتم أزواجا ثلاثة الله سبحانه وتعالى يقسم أهل في العالمين في الآخرة إلى ثلاثة أنواع كنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة هؤلاء أصحاب الميمنة الصالحون وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة هؤلاء هم أهل الشمال نعوذ بالله أن نكون منهم ثم يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون هؤلاء السابقون الأوائل الذين هم في جنات الفردوس في عليين نعم السؤال الآن هو إن شاء الله هل نحن من هؤلاء السابقون أو هل نرضى بأن نكون ممن هم في أدنى طبعا نحن لا نرضى بأن نكون من أهل الشمال هذا بإذن الله تعالى لن يكون بعزة الله ورحمته عز وجل
لكن أيضا المؤمن دائما يحاول قدر المستطاع أن يكون هدفه سام في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يكون هدفه إن شاء الله الفوز في الفردوس الأعلى. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى في الجنة. يعني لا يكفي أنك تسأل الله سبحانه وتعالى الجنة فقط، ولكن من كرم الله عز وجل ورحمته أننا نتدلل إليه، بالرغم أننا لا نستحق الجنة. لو نظرنا إلى أعمالنا في هذه الدنيا وما نفعله كل يوم لا نستحق الجنة صراحة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، ولكننا نعرف أن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم كريم، يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. الله سبحانه وتعالى عنده خزائن كل شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى بإذنه تعالى. ولا ننسى بعض الذين قد وضعوا لأنفسهم أهدافا جليلة، فاسمع إلى قول زوجة فرعون آسيا، حيث يقول الله سبحانه وتعالى وهي تدعو ربها: إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فآسيا هذه امرأة فرعون الظالم المتكبر الذي قال: أنا إلهكم الأعلى، وقال في آية أخرى ما أعلم، فيما معنى الآية: ليس بعلمي أي إله لكم غيري. وقال في آية أخرى فيما معناها: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب حتى أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فهذه زوجة فرعون، فتقول، لم تقل يا رب ابن لي عندك، ابن لي بيت في الجنة أو ادخلني الجنة، ولكنها قالت رب ابن لي عندك، يعني في أقرب مكان إلى الله سبحانه وتعالى في الجنة. هذه المرأة تريد أن تكون بيتها في الجنة قريبا إلى الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في المؤمنين الذين دائما وآبدا يحاولون أن يكونوا من أفضل الناس في الدنيا والآخرة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. المؤمن القوي هو الذي يعمل الحسنات ويعمل الخيرات ويجاهد نفسه ليلا ونهارا لأن يكون من أصحاب الفردوس الأعلى. ويقول الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم. فالإنسان المسلم دائما يجب أن يكون هدفه سام وعالم في هذه الحياة الدنيا، والهدف الأول والغاية القصوى هو البلوغ إلى الفردوس الأعلى برحمة الله سبحانه وتعالى. My dear respected brothers and sisters in Islam, Allah subhanahu wa ta'ala talks to us about, you know, how to compete against one another in order to achieve the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in this dunya, and also to gain and to win the Firdaus al-A'la in al-Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala described the type of people on the Day of Judgment, which is three types, when he said, and which means, وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, and you were three types of people. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, those who are the people of the Maymana, the people of the right, and also the people of the Mash'ama, the people of the left hand, and the سَابِقُونَ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, of those who are the foremost, those are the people of paradise and عِلِّيِّينَ, and those who will be the companion of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in al-Firdaus al-A'la with the prophets and the companions and the shuhada. And we as Muslims, we are advised and encouraged by our religion, our Qur'an, the Qur'an of Allah subhanahu wa ta'ala, and by the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, to strive very hard to achieve the best of the best, and to get to the highest point of glory in this dunya, to achieve the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and to win the Firdaus of Al-A'la, inshallah. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ, if you ask Allah al-Jannah, then ask him the Firdaus al-A'la, which is the highest place in al-Jannah. The ceiling of al-Jannah, or the ceiling of that Firdaus, is only the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. So your neighbor on top of you is Allah subhanahu wa ta'ala, the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the highest position in al-Jannah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among those of the people of Firdaus al-A'la. And also do not forget the wife of Pharaoh, the tyrant Pharaoh, who said, I know nobody, or there is no ilah except me. And he said, oh Haman, build me something that I can reach to the Lord of Musa, and I believe that he is a liar.
his wife, when she supplicated to Allah subhanahu wa ta'ala, she was a believer in Allah subhanahu wa ta'ala. She said she did not ask Allah subhanahu wa ta'ala to save her from Fir'aun or to give her just al-Jannah. She asked Allah subhanahu wa ta'ala to build her a house closer to Allah subhanahu wa ta'ala. She said, O Allah, build me a house closer or nearer to you. Not any house, a house that is closer, the closest to Allah subhanahu wa ta'ala. She had a very high goal and she was trying to achieve it. And inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will give her that request. وَيَقُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Also the Prophet صلى الله عليه وسلم said, the strong believer in his iman, not necessarily the strong believer in his body or his, you know, physical strength, but the stronger by the stronger mu'min in his iman, in his belief in Allah subhanahu wa ta'ala, following the book of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, this strong believer is much better than the weaker believer. And in both of them are khayr. There is goodness in both, but the stronger one, he always strives harder to achieve the biggest goals in life and not necessarily being diverted from the straight or the main goal of life to do those little small goals and his heart be attached to dunya and not attached to seeing Allah subhanahu wa ta'ala and being among those of the people of Al-Firdaus Al-A'la. هذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.